بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، وما زالت الاحتفالات بالعشرة مستمر. الحقيقة طبعا قبل ما أبدأ وأقول لحضراتكم أي حاجة وإيه اللي هيحصل النهاردة، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك. النهاردة كلنا كنا صايمين وفطرنا، وبعد كده نزلنا. النهاردة كمان هنقعد مع اتنين من النجوم الكبار، النهاردة نسهر معاهم سهرة جميلة جدا جدا. اتنين من النجوم الكبار الحقيقة اللي امتعونا وسيظلوا يمتعونا خلال الفترة القادمة، اتنين من كباتن النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن وليد سليمان والنجم الكبير كابتن سعد سمير. هيكونوا في حديث خاص جدا عن العشرة والتاسعة والثامنة والسبعة. هم الحقيقة من الناس اللي كانت أو من كباتن الفريق اللي كانوا متواجدين في عدد كبير جدا من البطولات الإفريقية الأخيرة اللي أحرزها النادي الأهلي، وبالتالي النهاردة الحقيقة هنشرف بوجودهم معانا لأنهم يستحقوا الحقيقة أن يكونوا متواجدين وسط جمهور النادي الأهلي ووسط البيت الكبير. وأول الحقيقة ما قلنا لهم واتكلمنا معاهم لبوا الدعوة على طول الحقيقة، لأنهم قالوا الكلمة اللي دايما كل لعيبة النادي الأهلي بيقولوها أو معظم لعيبة النادي الأهلي بيقولوها، إحنا هنيجي علشان نبقى في وسط جمهور النادي الأهلي ونعرف أسئلتهم ونجاوب على أسئلتهم. طبعا النجوم وصول النجوم كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير معانا هنا في البيت الكبير، وده طبعا لحظات وصولهم مع كابتن وليد وكابتن سعد سمير. هنتفرج وهنسألهم كل الأسئلة، وزي ما حضراتكم عارفين احنا بنشتغل على هاشتاج النهارده، هيكون معانا هاشتاج الحاوي وسمير مع الشاطر. الحاوي وسمير مع الشاطر هو ده الهاشتاج اللي هنشتغل عليه النهارده. كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها بعتوها لنا، واحنا هنحاول طبعا على قد ما نقدر، لان بتبقى عدد كبير جدا جدا من الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها لنجوم الفريق سواء كابتن وليد سليمان او كابتن سعد سمير.